عملية انتقامية. أنا بالنسبة لي أنا موقف واضح، الفاسد واللي عندك عليه ملف ثم قضاء ثم مجلس معناها أعلن قضاء تعمل مؤخرا، ما هو تعمل تعيين مرسوم ولا لا، في قضاة معناها قدم معناها يشهد لهم بالكفاءة قالوا كذا، أرفع للمؤسسات والمؤسسات يلزم بالسيف عليها تصلح روحها، أما نحطوا بحشيش وبريش في على عدة اعتبارات وغيره وكذا هذا خطر. واللي عملوا مرتين البحيري في 2012 ويقول هاي قائمة في ماي مازالوا 300 باش يهدد القضاء، واليوم كذلك الناس تتكلم باسم الرئيس ويقول ثم قائمة أخرى بخمسين وتهديد، وأنك تعزل الناس وتقول له ما عندكش الحق تطعن وما عندكش الحق تمشي للقضاء. ياسر عادل، ياسر ياسر عادل.